بما انه نحن بنشتغل بعالم الرجال دايما قلنا صار الوقت انه كمان نفوت اكثر بخصوصيته وشي بيلبسه دايما هو التوب. وثوب هو اسم المجموعة الأخيرة اللي أطلقها نمرس عادي لسبرينج سامر 2022 واللي ضمت هالمرة الزي الخليجي. نحن بلشنا نعمل التراديشن اللي هو الثوب الأصيل اللي بنعرف نحن تاريخ تبع كل بلد كيف لازم يكون كيف لازم يلبسه بأي طبيعة لازم يلبسها شو نوع القماشة. هون مزيد عليه بعض التفاصيل الشخصية عند كل شخص. هون أنا جيت قلت خليني أعمل ثوب يكون بيشبه الشباب بيشبه العالم اليوم بنوع القماشة بنوع القصة بنوع التفاصيل تبعها. من هون انطلقنا نحن مش هيك الكولكشن تبعيتها بتحاكي كل الأعمار وبنفس الوقت بتحاكي الأصول لكل بلد. قدم نمرس عادة في هاي المجموعة أثواب طغت عليها الألوان الشبابية من أزرق ورمادي وأسود وتميزت التصاميم بالطابع العصري بلمسة عالمية. حركات صغيرة أضفتها للثوب مثل الهودي شفت فيه الزيبرز. هاي الجرأة أي شاب بقدر إنه يجربها؟ كتير في عنا جرأة وفي كتير عنا صار بالعالم العربي ناس فهم الموضة كتير. ما فيك اليوم بقى تقدمي شغلة العالم تكون بعيدة عنا عندهم اطلاع واسع. أنا عم بجمع بين الاثنين عم بجمع بين التراديشن عم بجمع شو اليوم الموضة اليوم وعم بقدم هذا الخليط بيناتهم. وخلال تصميمه للمجموعة حرص يختار فابريكس مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. استعملنا الكشمير البيور كشمير كشمير 100% ولكن الكشمير الخفيف جدا الوزن الخفيف يعني اللي هو بيسموه بأوروبا هو صيفي فيك تستعمليه all season كل السنة بس شياكته ونوع الحياكة المعمولة فيه شغلة كتير حلوة. نرجع ننتقل لشي قطن وحرير. قطن وحرير مع ستريتش اللي بتحس شوي انه بمط انت وقاعدة انت ومسافرة كيف ما كنت عم تحركي بتلاقي انه في نوع من الالاستين اللي بتحس انه مرتاحة فيه. ولطالما ارتبط اسم نمرس عادة بالسوت والفاين تايلورينج وكان صار له فترة بدرس التوسع بتصاميمه. النقلة من ديزاينز كتير كلاسيكال لثوب ما كان صعب عليك؟ كان صعب أنا أخذ القرار بس ما هي كحرفية ما صعب علي أبدا. تكوين الرجل بعرفه طلباته بعرفها عندي زباين من العالم العربي بعرف كيف بيفكروا بعرف شو عنده اهتمامات بعرف أقدم ليها. لذلك شفنا أيضا أنه عمل ماسكس تستخدم كهاند كرشيبس عملية. حبينا أنه أول شيء نخاطب زبايننا أنا مش معقول يوم زبايننا نتركهم أنه مش عارفين أي ماسك بدهم يلبسوا وعندهم مشكلة يلبسوا الماسك تبع الميديكال الطبي وهن لابسين تيابون وبهمهم المظهر الخارجي. تعاوننا نحن والWHO منظمة الصحة العالمية تعاوننا نحن اليوم شو الطلبات العالمية طواحد يقدر يعمل ماسك وشو ممكن نستعمل المواد اللي بتمنع الفيروس يفوت. أخذنا هذه المعلومات حضرنا حالنا جبنا قماش من برا أنتي بكتيريا وعرفنا أي وزن بينشغل وهالأساس بلشنا.